ان شاء الله بتطول ان شاء الله. لما صار الضرب في حماد اضطررنا نيجي على المستشفى القطري هذا اللي في تل السلطان، وهينا قاعدين وفوق النص مليون نفر في هذا، كل اللي في خان يونس الشرقية والغربية وكله نقل على عرفة، كله ما ضلش حدا في المنطقة من كثر القصف والأبراج وهذا في أمراج حماد. اضطررنا نيجي هنا بلا مأوى بلا شيء، الشتاء علينا الليلة في الشارع نايمين، فيش قرش فيش اكل فيش خبز فيش طحين. صار في قصف ودمار ورموا مناشير ويهددوا ويتصلوا على الجوالات اخلي يطلع من خان يونس، يا عالم وين نروح؟ وين بدكم تودونا انتوا؟ احنا لوين بدنا نصل؟ مشان الانبياء مشان الله. فالان احنا طلعنا من خان يونس وهينا موجودين في رفح قاعدين في الخيام، ما فيش سقوف ما فيش حيطان، الزعماء العرب اللي نايم ما ايش بتستنى؟ لوين بدنا تودي هالناس وهالاطفال وهالنساء وكبار السن والمرضى؟ حرام عليكم اصحوا. يا جماعه الخير هنسلم لكم الخيام، بدنا تساعدونا وتعملوا ممر عشان اللي بيزعل ابراهيم سليمان. هاي بضيع عشان الرجال وبدك شغل خاص، خليه يسمع اول كلامنا.